فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. في الآية التي تلوتها: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا أيضا من صفات اليهود، أنهم عندما يعاينون المعجزات والآيات الباهرة أنهم لا يتأثرون بها ولا تلين قلوبهم، ومن ذلك المعجزة التي جرت على يد موسى عليه السلام لما قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يعلم من قتله، فإن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها بجزء من البقرة، فلما نفذوا بعد التباطؤ والتلكؤ لما نفذوا وما كادوا يفعلون وضربوه بجزء منها أحياه الله وقال: فلان هو الذي قتلني، وكان رجلا من أقاربه ومن بني عمه قتله من أجل أن يأخذ ماله وأن يرثه، استبطأ موته ليرث ماله فقتله، تعجل موته فحصل منه ما حصل. هم شاهدوا هذا وشاهدوا الآية العجيبة وإحياء الميت وإخباره، ومع هذا لم يتأثروا بهذه الآية، ولهذا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ثم ذكر أن الحجارة منها ما يلين لخشية الله، ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحجارة تدرك، عندها إدراك بخالقها وتخاف من الله عز وجل وتلين لذكر الله عز وجل. والله ذكر لنا أن الجبال يسبحن مع داود الله أكبر ويرددن تسبيحه ودعاءه. فالجبال والجمادات عندها إدراك، خلق الله فيها إدراكا يناسبها، فهي تخشع من ذكر الله ومن القرآن، لكن قلب ابن آدم الغالب أنه لا يخشع. وهذا من العجائب، أن قطعة لحم أشد من الحجارة الصلبة. نعم، والشاهد من هذا كما سبق أن الله نهانا أن نعرض عن كتابنا فتقسو قلوبنا، كما أعرض بنو إسرائيل عن كتابهم فقست قلوبهم. فهذا فيه منع التشبه، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وفيه وجوب التأثر بآيات الله عند مشاهدتها أو عند تلاوتها.